الحسين عليه السلام ليس حكرا على طائفة معينة، ومبادئ الحسين لا ينبغي أن تكون مادة للمتاجرة وادعاء المظلومية. علينا أن نقرأ التاريخ، تاريخنا الإسلامي الذي فيه من نماذج من الحسين وغيره، علينا أن نقرأه من أجل العبر وليس من أجل استدعاء تلك المعارك التاريخية وإحياء الثارات من جديد. علينا أن نقرأ تاريخنا لكي ننهض بالأمة وليس من أجل أن نجتر الأحزان ونذكر المصائب. نعم، هناك البعض من يعق مبادئ الحسين، نعم هناك البعض من يتاجر بالحسين عليه السلام، نعم هناك البعض من يستعمل اسم الحسين رضي الله عنه في شحن المجتمع وإحياء المعارك التاريخية التي تقسم المجتمع وتضرب طوائفه ببعض. الحسين رضي الله عنه رمز لكلمة الحق ونصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم، فليس مقبولا أن يدعي أحد أنه امتداد للحسين ثم يؤيد قمع الشعوب وسلب الحريات والاعتداء على كرامات الناس. الحسين رمز للحرية والإباء والكرامة والعزة، فليس مقبولا أن يرفع أحد أيضا راية الحسين ثم يؤيد قتل الأبرياء واستحلال الحرمات والاعتداء على الأعراض والأموال. لو عاد الحسين الآن في هذا الزمان وكان بيننا في هذا العصر، هل يتصور عقلا أن يقف مع بشار الأسد؟ لو عاد الحسين وكان بيننا في هذا الزمان، هل يتصور أن يكون في صف حزب البعث في سوريا؟ الحسين رضي الله عنه الذي قتل أبناؤه أو أكثر أبنائه بين يديه قتلوا، هل يتصور أن يقف في صف قاتل الأطفال أو يصمت عن قتل الأطفال أو يختلق المبررات والأعذار لهذه المجازر؟ حاشاه رضي الله عنه، حاشاه وحاشا أبيه وجده. إذن من الظلم والإجحاف والعقوق أن يرفع البعض راية الحسين ثم يصطف مع القتلة والمجرمين وسفاكي الدماء ويقف في وجه حركات تحرر الشعوب تحت مختلف المبررات، ومبررات واهية وشعارات رنانة مثل الممانعة والمقاومة وغيرها من شعارات. لا، لا يمكن أن تكون هناك مقاومة للعدو الصهيوني على حساب جماجم أطفالنا وعلى حساب النساء والأبرياء. لا يمكن أن تكون هناك ممانعة لأنظمة الاستكبار العالمي على حساب حركة الشعوب وتحررها من الاستبداد. من يقف مع الظلم في سوريا أو في غيرها من الدول ويقف مع الاستبداد إنما يلبس رداء الحسين، بينما هو في حقيقته يتعامل بعقلية ونفسية يزيد. يبكون إن ذكر الحسين وكربلاء ويشاركون يزيد كل قراره.